صباح الخير، الحين الساعة 6:30 الصبح وكلنا قاعدين نركض نروح الصف لأن كلنا متأخرين، بس يعني صدق حلو شعور الرياضة من الصبح. بعضكم سألتوني عن الجو. الجو الصبح يحتاج شوية سويتر خفيف لأن في شوية برودة، بس الظهر يصير على 22-24 كذي حلو. في ناس يسألوني عن هذه البخور، وايد ناس يسألوني عن البخور عبالهم انه هو جزء من الطقوس. هذه البخور بس يحطونها حق الحشرات ترى، بس عشان الحشرات ما تضايق اللي يسوني. اليوم قاعدة اتكلم مع المدرب اليوغا عن الشولدر ستاند، اللي هي حركة الكتف، يصير الوزن على الكتف. نرفع الريل الى فوق. Press the both the thumbs down and lift the hips up. فالأيادي تخلي تساند الظهر، يعني تخلي تساعد أن يتم في هذه الوضعية. رقبة مكفوسة. Press into the chest. Strong the elbows, palms. Back should be strong. And you are breathing in and out, right? Yes. Okay. فتنفس عميق بنفس الوقت. فالتنفس يتم عميق، وعلى أساس أكبر فوائد هذه الوضعية أن تحسن الدورة الدموية إلى المخ، ولما تتحسن الدورة الدموية ينزل الدم يعني من الريل وترجع الدورة الدموية بالطريقة العكسية، يتحسن الذهن، العقل، التفكير، النفسية. وبعدين لما ننزل شوي شوي يطلع النفس، ونزل شوي شوي بدون ما نحاول ما نرفع الرأس. من ناحية جسدية هذه الوضعية تقوي العضلات، طبعا أكثر شيء عضلات الكتف، عضلات الرقبة وعضلات الظهر أيضا وايد تقويهم. أوكي. Because of the holding the neck forward, so we have to release the tension from the neck. فلازم وضعية ثانية معاكسة لازم نسويها بعدها بالضبط. فلما تخلصون الشولدر ستاند تحطون اليد تحت الظهر تحت المؤخرة يعني. Inhale, raise the head, the neck. Open the chest, bend your neck back, roll them. فالأيادي تساعد تخلي الرقبة مكفوسة على وراء ويصير تنفس هني. And then the deep breathing in this position, correct? Yeah, breathe in and out through the nose. تنفس عميق دائما عن طريق الأنف، دائما الشهيق والزفير. And how long do you keep the opposite position? You can minimum 5 breaths. 5 breaths, 5 مرات تنفس. اوكي، عشان نطلع من هذه البوزيشن نرفع الرقبه وشوي شوي، لان هذه السالفه فيها رقبه فلازم تخلون بالكم. And this was called the fish pose, the opposite pose. اوكي، فهذه حركه السمكه تقوي الرقبه ايضا من ورا، لان احنا عكسناها. Is it suitable for beginners also? Beginners, yes, of course. They can do the shoulder pose and then the fish pose. This is compulsory. اوكي، يصلح للمبتدئين، اي احد يقدر يسويها. اليوم العصير في الفطور مع ألوفيرا مع صبار وأناناس وخيار وتفاح ونعناع. أبيكم بس تشوفون لون الرمل، شوفوا شلون الرمل أحمر ما شاء الله، يعني تربتهم حلوة. قاعدين يزينون الأرض حق ديوالي، الليلة بيسوون لنا عشاء احتفال بعيدهم. هذه سلطة خيار وفجل، وهذه قرنبيط حمسة، وهذه شيء خضرة هندية معك، وهذه رز أسمر مع عدس.
هذه تجهيزات الاحتفال، بعدين بيسوون لنا بيون الاطفال وبيرقصون لنا حق ديوالي، بيسوون لنا حفله شو وايد. شوفوا هذه كلها هني ماي وراشينا كله ورد برتقالي، يعني ما في احلى من كذي، والمحل كله شموع حاطين. تونا خلصنا المحاضره المسائيه، كان موضوع اليوم شيخوخه البصر وشيخوخة الأحوال الصوتية، كان عجيب. والحين أحلى شيء إنه بنروح الحين عرض بيسوون لنا إياه الأيتام اللي في الملجأ اللي قريب من المصح، بيرقصون لنا الحين على أساس بيسوون لنا احتفال متأخر حق الديوالي، معنا ديوالي كان قبل كم يوم، بس مستأنسين إن إحنا هني ويبون يسوون لنا عرض، شحليلهم. شوفوا التجهيزات مالتهم شلون حلوة، وهذه هم كلهم الأطفال الحين مستعدين، بس بعيد شوي ما يبين، بس الحين بصور من قريب. عايزين لهم What's your name? يعني شو. And you? شيرين. Who are you? فرشيدة. فرشا. أمريتا؟ يو؟ جيتا؟ روتشيتا. كوملا. سحانا. شراوني. Your name? سانجيتا. هاي سانجيتا. Again? بريانكا. بريانكا. شاندانا. واو. Say hi. My name is Gurga. You are a very good dancer. Did you know patriotism that? Patriotism appears yes? to be the theme for the day.